بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني ويشرفني هذا اليوم أن أبلغ الشعب العراقي ما وعدتهم به ببذل الجهد الكبير وبالتأكيد بدعم لا محدود من دولة السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، وكذلك أخواني السادة الوزراء، وكذلك الفعاليات المجتمعية ومجلس النواب العراقي وزعماء الكتل السياسية الذين حقيقة دعموني جميعا في تبني موضوع تخفيض أسعار كارتات الهاتف النقال. وصدر هذا اليوم صوت مجلس الوزراء على التخفيض بنسبة 20% وإلغاء ضريبة 20%، واعتباراً من الشهر القادم، اعتباراً من 1/12/2022 ستعود أسعار الكارتات الموبايل كما كانت، يعني كما هو مكتوب على الكارت. الكارت اللي سعره 10,000 يكون 10,000، وكذلك اشتراكات الانترنت. اشتراكات الانترنت ايضا يرفع منها الضريبة اللي هي 20%، وبالتالي الاشتراك اللي ب 40,000 يكون ينزل سعره بمقدار 20% اعتبارا من 1/12، واي اسعار اخرى للانترنت تنزل بنسبة 20%. هذا حقيقة القرار هو أبسط استحقاق للشعب العراقي الذي وقف وقفة مشرفة وتحمل كل هذه السنوات إضافة الضريبة لدعم الحكومة، وهذا يعني أول أو أبسط شيء ممكن تقدمه الحكومة الحالية التي وعدت بحسب منهاجنا الوزاري أنه دعم الشرائح الفقيرة والمحدودة الدخل من الشعب العراقي. وأريد بهذه المناسبة أن أطلب من كل الشعب العراقي أنه ابتداء من 1/12 الشهر القادم أنه أي واحد منهم ما يدفع ولا دينار على الكارت على سعره الحقيقي، وكذلك ما يدفع اشتراك انترنت بدون ما يكون مخفضين عليه نسبة 20% اعتبارا من 1/12/2022. كذلك بالنسبة لي حقيقة تضمن القرار أنه استحصال، أن تقوم هيئة الإعلام والاتصالات باستحصال المبالغ التي تم استيفائها من قبل الشركات للأشهر الماضية كلها التي لم تصل إلى الخزينة.